المستشار النمساوي يحذر من تدخل روسي في الانتخابات. ربع الناخبين النمساويين يرغبون في حكومة تكنوقراط. ألمانيا تعيد 1534 لاجئاً إلى النمسا وفقاً لاتفاقية ديبلن. ارتفاع كبير في أعداد طلبات لم شمل العائلات في النمسا. اعتقال شخص حول مبنى مكاتب في فيينا إلى شقق بشكل غير قانوني. وتلف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية النمساوية في مطار فيينا. أسعد الله أوقاتكم وإلى حضراتكم نشرة أخبارنا وفي التفاصيل. حذر المستشار النمساوي كارل نيهامر من محاولات لنفوذ من قبل روسيا في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى للتدخل في الشؤون النمساوية عبر حملات التضليل والتأثير. وأبدى نيهامر قلقه إزاء التهديدات الروسية وأهمية توفير الحماية ضد تلك التدخلات، واصفا الهجمات السبرانية وحملات التضليل بأنها تهديد كبير للمستقبل، وشدد على ضرورة توفير الحماية ضد تلك التدخلات خاصة بعد الكشف عن تجسس لعضو مخابرات نمساوي سابق لصالح روسيا. كشف استطلاع رأي حول الانتخابات التشريعية النمساوية المقررة في 29 من سبتمبر انقساما حادا في صفوف الناخبين. وبيّن الاستطلاع الذي أجرته صحيفة دير ستاندرد عن شعور عام بالارتياب من نظام الأحزاب والرغبة في الاستقرار والإصلاح، حيث كشف ربع المستطلعين عن تطلعهم إلى حكومة تكنوقراط بعيدة عن الأحزاب الحالية كافة، وذلك وسط توقعات بفوز حزب الحرية اليميني في المركز الأول، بينما يتنافس حزب الشعب والحزب الاشتراكي على المركز الثاني. أعلنت الحكومة الألمانية عن ترحيل 1534 طالب لجوء إلى النمسا العام الماضي وفقاً لاتفاقية ديبلن. وفي إحاطة برلمانية كشفت الحكومة فشلها في إعادة غالبية طالبي اللجوء المحولة مسؤوليتهم وفقاً لاتفاقية ديبلن بسبب تحديات متعددة، حيث قدمت أكثر من 74 ألف طلب لنقل المسؤولية ونجحت في ترحيل 5053 فقط، بينما فشلت في 38 ألف حالة بسبب عوامل كالإلغاءات والقرارات القضائية، حيث كانت أغلب طلبات النقل إلى النمسا. كشفت وزارة الداخلية النمساوية عن استمرار ارتفاع طلبات لم شمل العائلات خاصة السوريين بنسبة أكثر من 90%، وهو ما يشكل تحديا كبيرا على المدارس. وازدادت أعداد الطلبات في يناير 2024 إلى 845 طلباً بأكثر من الضعف في العامين الماضيين، فيما بلغ عدد الأطفال دون سن السادسة 3482 طفلاً، أما الأعمار بين 7 و13 عاماً فقد بلغت 2282، وارتفعت الطلبات إلى ذروتها في أكتوبر الماضي إلى 1181 طلباً من أصل 9180 شخصاً تقدموا بطلبات العام الماضي. وفي يناير تم منح 1206 تصريح موافقة للم الشمل. كشفت الشرطة وسلطات فيينا عن استخدام غير قانوني لسكن مبنى مكاتب فيينا في الحي 20، وذلك خلال عملية مشتركة مع مجموعة الرد الفوري. وتم اعتقال مالك العقار بسبب انتهاكات قوانين البناء وسرقة للكهرباء، ويعتقد أنه عراقي الجنسية، حيث قام بتحويل المبنى إلى شقق غير قانونية منذ مارس 2024، بالإضافة لاكتشاف سرقة الكهرباء في 25 حالة، وكان أغلب السكان من السوريين، وقد دفعوا إيجارات نقدية مرتفعة. ومن أخبار الحوادث، فقد تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية من طراز إيرباص A320 نيو إلى حادث خطير في مطار فيينا الدولي، ما أدى إلى عطب شبه كامل. وتعرضت الطائرة التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو لأضرار جسيمة بعد اصطدامها بعمود وسلم للمسافرين أثناء عطلة نهاية الأسبوع، مما دفع بالسلطات لفتح تحقيق للكشف عن سبب الحادث ومدى الضرر. وقد أكدت الخطوط الجوية النمساوية الواقعة، مشيرة إلى أن الحادث وقع خارج ساعات التشغيل،
دون وجود ركاب أو طاقم على متن الطائرة. نشكر لكم حسن المتابعة، ومشاهدينا نذكركم بتحميل تطبيق إنفوغراد على هواتفكم. أطيب الأوقات، كنت معكم أنا أدهم الليجي، إلى اللقاء.